أهلا بك أستاذ فتحي. بعيدا عن التطرق إلى جدية أو عدم جدية هذا القرار، القرار السعودي، يبدو أن تقرير الفاينانشال تايمز يلقي الضوء من جديد، الساندي تايمز عفوا، يلقي الضوء من جديد على استخدام السعودية لورقة النووي الباكستاني في مناوراتها السياسية مع إدارة أوباما. كيف ترى هذا الموضوع؟ أولا في البدء، المملكة العربية السعودية هي عضو وموقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، فبالتالي لا يمكنها أن تمتلك سلاح نووي تحت التزاماتها في هذه الاتفاقية. ثانيا، المملكة العربية السعودية لم تعلن صراحة عن استعدادها أو اتخاذها خطوات لامتلاك سلاح نووي، ولكن أقصى ما استطعنا الخروج به خلال الأسبوع الماضي هو تصريحات لأحد الشخصيات الهامة مثل الأمير تركي الفيصل، السفير السابق في واشنطن ولندن والمدير السابق للمخابرات السعودية، عندما قال أن من حق المملكة العربية السعودية أن تمتلك قدرات نووية سلمية مثل التي تمتلكها إيران، بمعنى أنها تستطيع أن تطور، أن تنشئ مفاعل، تستطيع أن تقتني وحدات طرد مركزية، تستطيع أن تقوم بعمليات التخصيب، حتى نسبة التي سوف يتم السماح بها إلى إيران. يعني مجمل نظريات المؤامرة، وبالذات عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، لن تنتهي ولم تنتهي. لكن هناك من يرى أستاذ فتحي على هذه الدنيا أن هذه الخطوة من قبل السعودية تأتي بعد رأس تباين في معظمه بين الرياض والإدارة الأمريكية على خلفية تخلي واشنطن عن الخيار العسكري ضد إيران والبرنامج النووي وبدء مسار المحادثات والمفاوضات مع طهران. هل يعني توافق على هذا الطرح؟ هل هذه المفاوضات او المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح؟ اليوم صدر تصريح من مرشد الثوره الايرانيه السيد خامنئي رفض فيه رفض قاطع ان تقوم اي جهه بالتفتيش على منشات ايران النوويه، فعلى ماذا اذن يتفاوضون؟ هي مهزله بكل المقاييس. ما تقوم به ايران هي مجرد مناوره لكسب الوقت وتضييع طاقات وقدرات المجتمع الدولي في مفاوضات لن يكون هناك عائد منها. يجب علينا الانتظار إلى 30 من يونيو حزيران لنرى نتيجة الاتفاق النهائي، ولكن الاتفاق مع الانتظار مع انتظار هذه المدة. هناك حديث أيضا أنه في حال اتخذت السعودية هذا القرار وهذه الخطوة، هل يمكننا أن نقول أن أوباما فشل في تقديم ما يكفي من التطمينات والضمانات للرياض ودول الخليج في لقاء كامب ديفيد؟ ما هي الخطوة التي ستتخذها السعودية؟ السعودية لم تصرح رسميا بأنها ستقتني سلاح نووي. السعودية لا تستطيع في ضوء التزاماتها في اتفاقية حظر السلاح النووي باقتناء سلاح نووي. ما تستطيعه المملكة العربية السعودية في حدود سلطتها السيادية على أراضيها أن تنشئ برنامج سلمي للطاقة النووية، وتستطيع أن تقوم بالتخصيب بنفس النسب التي تقوم بها إيران والمسموحة دوليا، هذا في إطار الحقوق، كل دولة لها الحق في ذلك. نعم، ولكن ليس من المستغرب أن الحديث عن إمكانية تزويد الرياض بالتقنية النووية لا محل له من الإعراب، ولا يوجد حقائق تدعمه. هذا التزويد لم يحدث على خلفية توقع نجاح. هو ليس هناك حقائق، ولكن يمكننا أن نناقش أي معلومات تتوارد في وسائل الإعلام لكي نطرح وجهات النظر ونعلم ما هو المنطقي وما هو غير المنطقي. ولكن هذا إذا في حالة فشل مفاوضات الاتفاقية الإطارية، فبالتالي المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول المنطقة بصفة عامة يستطيع أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفي لسلامتهم الإقليمية وسلامة أراضيهم. نعم، ولكن أليس من المستغرب أستاذ فتحي أن الحديث المجتمع الدولي عن إمكانية تزود الرياض بتقنية نووية لم يحدث على خلفية توقع نجاح مفاوضات ملف النووي الإيراني، بينما لم يثر هذا الموضوع بتاتا، لم يثر أمام امتلاك إسرائيل مئات الرؤوس النووية مثلا؟ إسرائيل يجب عليها أولا أن تنضم إلى اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، وأن تسمح لمنظمة الطاقة الدولية في فيينا بالتفتيش على منشآتها النووية. يوجد مبادرة مطروحة منذ العام 1995، ويوجد قرار بها من منظمة الطاقة الدولية بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. إسرائيل حتى هذه اللحظة ترفض الانضمام إلى هذه الاتفاقية. شكرا جزيلا لك على منشآتها النووية. المحلل السياسي أحمد فتحي كنت معنا مباشرة من نيويورك.